يا اما بالسلب يا اما بالايجاب. هنا بالسلب
يعني انا محمد صفر الثانية فيها قوي الفيدباك. ها؟ طيب نيجي الفيدباك انيميشن شرحنا المره اللي فاتت. وين ذا ماسل او موتور نيورون ريسيف ذا امبلس اوف ذا كورتكس. خلاص؟ هتمشي كده امبلس وتتحرك العضل وهي ماشية هتكون بتلعب برانش. This branch هينبت الأول the same muscle to prevent over excitation and to prevent the neighboring motor neurons. برضه ده عشان يعمل شارب أو فوكسنج أو إيفكت. خلاص؟ ما ينفعش عضلات كتير تشتغل، أنا عايز أشتغل واحدة. عايز إيفكت تاني يبقى شارب. دايما عايز الإنبيتوري إيه؟ أكتيفيتد، ما في أكتيفيتنج سيرفيس. الأكتيفيتنج سيرفيس هل هستعين بإنبيتوري إنترنيور؟ نو، خلاص، القصة دي غلطت. احنا في الاكتيفيتي سيرفيس وي هاف تو تايبس اوف سيرفيس والحقيقه يعني ذي ار فيري انترستنج ازاي بيشتغلوا. ها ان شاء الله اللي اول بيسال يعني انا شايفاهم ان هم انترستنج ان شاء الله انتوا بعد تكونوا ها انت لابس عايزين تعرفوا بيشتغلوا ازاي ولا مش عايزين يكسبوا قوي ولا لا؟ لازم يبقى ايه؟ ها؟ لازم يكسبوا قوي. تمام؟ هنشرح دي الاول الحقيقه لانها ضريبه جدا. انا بعد ما العدد يكمل لانه اكتشفت حاجه مضحكه قوي لما باجي اول المحاضره يبقى مش كل موجود يعني اروح للثاني بقى ايه المحاضره بقى تلخ ايه التاخير ومش بتقول ايه بعد يعني العيال اللي جايين الساعه 7 الصبح هم اللي بياخدوا كلمتين في دماغهم صح؟ وبعدين انا بقى ايه هتحل في المحاضره والعيال ما مش حاجه في الصالون صح؟ يبقى انا عندي المحاضره بقى دي امتى؟ مش حاضر نتكلم على المواعيد والالتزام بالمواعيد. بس انا عارفه ايه اللي بيحصل؟ المنافع ايه؟ خلاص. اسمعني. يا اني لاني معلش وبعدين خلاص مفيش عمل بقى ها؟ بص كده. Many different ways.
طبعا ما جابتلوش حاجه. قلناها قبل كده بالظبط يا جماعه اللي فاكر الشيشه. النهارده بناخد دلوقتي في ما يسمى بال parallel after discharge او parallel service. ليه parallel؟ ها؟ لان كلهم بيتوزيعوا بيروحوا to the same outlets. تعالوا نشوف بقى على الرسمه. طبعا الرسمه بتتوضح قوي قوي للي ما فهمش. Now this is my input neuron and the black one is the output neuron اللي عليه العين والنية ده اللي انا عايزاه اشتغل كويس. خلاص I'm going to reach my output neuron through several surfaces, one of them containing one neuron, the other containing two neurons, and the third containing 1, 2, 3 neurons, 1, 2, 3, 4, 5 neurons, and so on. And this can be increased by an either. يلا بقى نشوف اللي مش قادر يتخيل برضه ولسه مش متخيل لما يحصل simulation للانبوت نيورون ده. Just one action potential, one stimulus. نعرفش كده هيحصل. After half a millisecond, هيحصل discharge. And then one and a half هيكمل نص واحد ونص اثنين discharge وديسشارج وهكذا. احصل على maintain discharge or prolong discharge after I stop the stimulus. وايضا هذه السيركت is used او موجوده برضه في الخلايا الميموري واشقها. مفيش نظريه واحده تفسر الميموري والفانكشن اوف هاي برين سنترز عليها 100%. دايما هتلاقوا ايه؟ سيرت كتير. ليه؟ لان هذه الجزئيه ما زالت حد فيكم يبقى يوزف 100%. ازاي البرين بيحتفظ بالمعلومه 100% النهارده؟ هو احنا في 2001 في 2001 مجال الحاجات دي ما ففي هي كلها ايه؟ محاولات ومحاولات ونظريات. دي طبعا السيرفيس دي معتاده، لكن هل هي ليها مرض؟ هل هي شغل فيها؟ ها؟ ولا في حاجه ثانيه غريبه؟ اكيد في حاجه ثانيه طبعا لسه في ذلك غريب. ما علينا، فهمنا دي؟ فهمنا السيرفيس دي؟ نشوف اللي هو الاخير كل الايه؟ الاورجنايزيشن بتاعتنا دي اخر نوع في كل الاورجنايزيشن اسمها ايه؟ ريفربريتنج او كلوز سيرفيس. يعني ايه ريفربريتنج؟ يعني حاجه بتلف. اوكي؟ سيركيوليتنج. This circuit depends on what is known as feedback. But if I have feedback in the negative, no, it's going to be a positive. But if I want to stimulate an ox, and then the body at arm branch, and re-stimulate myself, huh? Well, I have a branch, re-stimulate the area, if I need. And if I tell you that, I'm working in the Lachatini arm vicious circuit. انت دخلتني جاي ومقام مش عارف اقرب منها. ها؟ اوكي؟ It's a reverberating circuit. تعالوا شوف بتشتغل ازاي؟ طبعا this is a very simple form اللي قدامنا دي وهنشوف اشكال اكبر من كده. برضه نبص على الرسم في اسئله في المحاضرات. الرسم هي اللي بتكون ايه؟ اهم حاجه. اهو النيورون بتاعي اهو. And this is the output and this is another output. اهو. تعالوا شوف ايه الرسم. Now this neuron will stimulate here, the second neuron will stimulate the third, and at the same time it will send a branch re-stimulating the first neuron. If I have a stimulation with that, here the whole family stimulation, the hand is there. The third neuron, will re-stimulate number two and نمبر 1. ها؟ ولو قلت لك بقى ان دي حاجه بسيطه قوي لان موجود فعلا في نيرفس سيستم. لا انت تخيل كيف بص سيرفيس 3 هي فيري سيمبل فور اكبر شويه اكبر شويتين. ايه رايك في الشكل ده؟ ها؟ ده احنا نبدا نلف وندور ونلف ونلف. دي type of service, a function that I
ما هو مالي مش فيس ميكر. الفيس ميكر قلنا حاجة من الرغم ها؟ والأبلوسي ده فين؟ ده في الفونس وكان يشتغل بصراحة بطريقة غير يعني ما عنديش طريقة كان يقول الناس في السيء وطولة فينا طريقة بقى؟ خلي بالك بقى أقول إيه؟ ها؟ نظر يعني اللي ما مش مية في مية إنه هو بيشتغل بريبا بريبا سيرك ها؟ مش هو بيستميليت ال دي على الدورس أكسفرات الجروب وبعدين في حاجة تعمل الانيميشن وأول ما الانيميشن شغل على الشغل تسأليه بريبا سيرك اللي قاعد قال ايه السيريز الذي تفسر هل هذه العلاقه لها مده محدده في حياتك ولا لايف تايم يعني ايه رايك لو مبنيش السن ده مثلا ان شاء الله 3 سنين ها كويس كده؟ لا لايف تايم بروسس حاجه ثانيه برضه بتشتغل بين الميكانيزم ده اللي هي سايكل اوف سليب اند ويكفولنس ها؟ It is a cycle. النوم والسهر هل النوم والسهر دول حاجه كده مطروقه كده اي حاجه لا السايكل اوف سليب اند ويكفولنس هتاخدهم ان شاء الله تفاصيل مع في نهايه السي ان اس هتاخد محاضره كامله على السليب والويكفولنس نقول بتاعهم البسيط احنا لا في كلام في الدار ضحك بقى وكلام وكده ومراوغ وعايز كده خلينا نزيد بليز المفروض في الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي ها انه يفضل صاحي 16 ساعة ثم يحس بالتعب الشديد يلبس عليه النوم فينام ايه 8 ساعات وفي نهاية ال 8 ساعات لوحده ها لوحده من غير قطعة موقع يصحى ده الشخص الايه الطبيعي الدوشة لا 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 دكتور هتراجع لا كده عرض كمية
خير الصلاة. لأن الريفيجن والله أنا ما استفدت منها أي شيء نهائيا، بس على بقى قبل ما ننتقل لي طبق جديد خالص، خلينا بس نشوف أول إيه ما نشوف إحنا في الموضوع بتاعنا بتاع النهاردة إيه رأيكم، نشوف مع بعض. أنا هشاور كده ونشوف مع بعض دي أقل واحدة في السيرفس اللي إحنا خدناها. ها اليوم ده عامل ايه؟ دايفرجنس. وانا شايفه انه ايه؟ انسين دايركشن. وانا بستفيد ايه من الظاهره دي؟ امبليكيشن. طب عايز اشاور على دي. هنا في ايه؟ دايركشن. من اشهر المناطق اللي فيها الظاهره دي الرتنه، خلايا الرتنه مخصوصه عشان الامبليكيشن. بس عيب بايه هنا؟ من غير الامبليكيشن نيور ينفع اعمل امبليكيشن؟ ابدا. ليه؟ لأن دايما كل مجموعة أكسون تيرمينز بتكون بتحتوي على نوعية واحدة. طب هنا في إيه؟ تعالوا نشوف. طب أولا لو شاورت على ده بالنسبة للنيور، الفور نيورز دول بالنسبة للنيور ده اسمهم إيه؟ إكسايتيشن فيلز. أنا لسه ما اتكلمتش على حاجة، ها؟ والنيورز دي بالنسبة لإيه؟ تعتبر إيه؟ The excitation field of neuron A. طب neuron A and B are somewhat close to each other but not very close. ها؟ بحيث إنه طب اسمها إيه الظاهرة دي؟ طب the outcome will be more than or less than the sum of very close. طب هل هي مش شايفين على رسمة في ظاهرة أخرى لسبب occlusion؟ يحصل ايه اثناء الكونفرجنس؟ يحصل نظريه الايه؟ الفورميشن. ها؟ الكونفرجنس دايما معاه ايه؟ ايوه الفورميشن. طب يلا نشوف هنا السيركت دي، معلش هي صوره مهزوزه لكن ايه؟ تعالوا نشوف كده. دي اهي واحده، ثواني ثواني انا نفسي لسه هشوف معاكم. ها؟ يلا. الصوره ايه اللي مهزوزه؟ من عندي انا يعني. طيب ده ايه ده؟ دي ايه يعني نوع دي؟ parallel curves ولا positive feedback؟ ها؟ ها ايه رأيكم؟ حاجة ترجع. طب parallel ولا positive؟ positive feedback عشان نختار ال وهنا بقى ها parallel. طب انا على ساعة بعد ان شاء الله يعني I will try to highlight the main and very important topics. بس أهم حاجة وأنا براجع بحب تخوفني. I'm not highlighting الحاجات اللي هتيجي في الامتحان. في ناس بيبقوا عايزين ياخدوا إيه؟ ريبورت يا دكتور؟ مش كلام، مش حاجة اسمها كده أبدا. أنا I'm highlighting the important scientific حاجات اللي إحنا خدناها. أنا ممكن في الامتحان أجيب حاجات بقى لازم ده يا دولة. فبليز لو سمحت لما نكون بنراجع أو بنعمل أسئلة أو بنعمل معرفش إيه، this is not exam بأي حال من الأحوال. ها؟ طيب محدش بيسألني يعني على ال البوينت الجديد الحلو بتاعي. باظ. يلا. اللي هو بيهاجم بعيد ده. النيورونز بتاعتي انواع الدرايف سيلز. انا بعمل كده عشان ضميرك يهنبك اللي هو مش فاكر مش عارف ما ذاكرتش يا نهار اسود كده. طيب فنانة الترانسميشن كده. طيب قرارات فنانة الترانسميشن هي اللي احنا عملنا مع اضافه جمله زياده انه كيف النيورو ترانسميتر يحتوي على اكسيتاتوري ترانسميتر هيمسك الريسبتور ويعمل ديبولاريزيشن. اما لو كان الترانسميتر انهبيتري هيمسك الريسبتور ويعمل هايبر بولاريزيشن هيبعدني عن طبعا السيناكس عندنا
بوتنشال بتاعته. عندي بوست سينابتيك وعندي بري سينابتيك وعندي جراند. في البوست اكسايتاتري بوست سينابتيك بوتنشال تفتكروا ايه العلامه الفيز بتاعتها؟ ممكن ايه او ايه؟ معلش نشوف كده عشان الناس اللي قال عندي منطقه الدرايس ها والسوما ها تلعب سيمي بلاي البوتنشال بيصلوا هنا المنطقه دي بتاعت السوما والدرايس ازاي بقى ليش ان ليفن جيد ولا برد جيد مش عارف ليفن هاي دي ربيعة ايه بتبنيها بلاسيطة بيس فيها ها اكسو دنبريك او اكسو تونالي كويس؟ طيب هيحصل فيها البوز فاينات البوتنشلز بتاعتنا اللي لو عمل السبنيشن ها انتشر الكترونيكلي طريقة الانتشار في اولاد متلخبطين لما بيخشوا بوزيتيف ايونز جوه زي بوش دنبرينج بوزيتيف ايون ها؟ والبوزيتيف ايونز تفتح واول ما توصل المنطقه الاكسن هيلر هل الاكسن هيلر برضه اتس فيري ريتش ان ليفر جيتد؟ لا برضه طالما مكان في برضه في السوبر شانل ينفع يحصل فيه اوصل الفايرنج ويحصل اكشن خلاص؟ كده الموضوع ايه؟ بقى يعني وقت حاجه على بعضها خلاص؟ اثناء الريفيجن احنا هنعمل تمام يعني ده بيقول ايه لحد من الموضوع كده في حد اتلخبط؟ لا ده انا عايز الناس تتلخبط محدش اتلخبط؟ طيب هشاور على واحده بس كيرف واحد بس شغل عشان الوقت ده انيمال سوليشن سبيشال ولا ده؟ هو عنده شويه فاسيتيشن اذا هو قريب من انه يخش على
يوصل للفرع الدم. لو هذا الشخص هايبرمنتريت وين على هايبرمنتريت ايه اللي بيظهر من جسمه؟ ايه بتاع سي او 2 ولا اكسجين؟ سي او 2. لما سي او 2 يطلع من جسمه يحصل ايه في الدم؟ عندي الكالوس. كويس، في الكالوس البلازما بروتين عندي هتاخد اي شكل؟ انا عندي البلازما بروتين هاخد كده، ها هتاخد اي شكل؟ السنسوري نيرفز. محاضرة النهارده مهمة جدا، لأن في
فيها الخلاصه بتاعت كل ما هو قادر ان شاء الله. ايه هو الرياض العصبي الحسي اللي بنسميه سنسوري نيرفس سيستم؟ ده عباره عن the system which enables you to communicate with your internal environment and with the external environment. ومن غيره هتصبح شخص بلا اي قدرات وبلا اي معرفه خارجيه للحياه اللي حواليك. طبعا في سنسوري سيجنالز داخليه اللي هي مثلا الكيمو ريسبتورز واخدين بالكم بس الحاجات دي ما بتوصلش للكونشس ليفل دي فور ريجوليشن او هومي ستيت. تمام؟ يعني في جوه جسمك ريسبتورز زي الفلاش ريسبتورز اللي في الاور بريزن والدي ريسبتورز بتعمل هومي ستيت للايه؟ انترنال. تمام؟ لكن ايه اللي احنا هنركز عليه طبعا في دراستنا اللي هو سنسوري نيرفس سيستم ويتش كونكتس يو تو ذا في تجربة هنعملها مع بعض كلنا يعني ايه مش عايز يبقى مش عايز تبقى مشارك معانا مش لازم تحضر المحاضرة يعني هي حاجة صغيرة علشانك انت تبدأ تذاكر. انا هحاول اقطع عنك المية والنور يعني كلنا مع بعض we will count until 10 closing our eyes and our ears يعني نسد ودانا وواحد ونسد ونسد نقرا عينينا ونسد كده. أكاونت عيد لحد 10 دلوقتي كويس خلاص؟ طيب شايفين يا تكون انت بقى صعبة دلوقتي غمر عينيك ست ودان تروح ده خلاص؟ تمام؟ فهمت انا عايز اقولك ايه؟ ايه يا لوجو؟ طيب انت عارف يعني انت ما مش ايه يا لوجو؟ هل هيبقى في معنى للحياة بالمرضى اللي احنا عملناه ده؟ شوف بقى نعمة ربنا عليك يعني احنا كل الحاجات اللي ربنا بيديها مش حاكم بيناتها ها؟ اللي بيحب بيناتها دي ايه؟ الظروف اللي عنده. لو حد فيكم عنده معلومات عامة في واحدة زمان في الخمسينات او عندك اسمها هاجر او تلاتينات كده خدتوها في المدرسه وحكيتها في مجله تيجي كده وعليها مرض. علي اللي ما يعرفش هي كانت طفل عندها سنه ونص جالها زي حد زي المنشايتس بس زمان ما كانش يعرف الكلام ده طبعا. فقدت السمع والبصر ابتدوا يحاولوا يعملوا معاه كوميونيكيشن لغايه ما وصلت سن 7 سنين ما كانش فيه مش نافع اي حاجه كوميونيكيشن. واي ار يو لافينج؟ دي يعني حاجه ما تضحكش خالص. اه انت بتضحك عني ماشي. ابتدوا جابوا لها مدرسه بتعلمها بطريقه التاتش اللمس على كام حاجتها قاعد يخبطوا لها عايزين يوصلوا لها ان مثلا ده كذا. طبعا الموضوع كان مرهق جدا في الاخر اتعلمت وبقت اديبه بتكتب كتب. يعني انا عملت من قصتها بطريقه برايل طبعا زمان ما كانش فيه بقى كمبيوترز وحاجات كان الدكتور ده معلم. انا مش عايز اعرف الموضوع السنسوري سيستم جهازك العصبي الحسي ها هو اللي بيعمل ايه؟ كوميونيكيشن مع العالم الخارجي. تمام؟ مما يتكون عشان كده المراحل بتاعت خلينا دايما بدري الصبر بتاعك لو ايدي خبطت في حاجه او لمست حاجه مش شايف بتاني ولا حاجه.
على فكرة في
بتاعها او في الريسيفنج بيكون قليل وفي ساعات بيبقى فيلد كبير. هل اعتقد يا ولاد ان السنسيشنز اللي محتاجه دقه الفيلد بتاعها يبقى كبير ولا يبقى ضغط صغير يبقى صغير؟ اذا بتيجي من ريسيرف فيلد، ريسيرف فيلد هي كل الريسبتور اندرز اوف اللي هي بتجيب الايمج بقى على السنسوري نيورون. طيب انا going to point to each neuron وهقول لك ده الريسبتور فيلد ده عامل فيهم. انا عندي هنا يا ولاد this blue neuron and black and red one، الثلاثه عاملين كونفرجنت على the green neuron. واضح؟ طيب I want to pinpoint the receptor field of each neuron. Which one is the receptor field of which neuron؟ The blue receptor field بتاع أي نيورون؟ البلاور ده بتاع أي نيورون؟ هل ده بتاع الأخضر؟ طبعا هي الألوان المخلية الموضوع واضح، أنا مش عاملة فزورة، أنا واضحة. يبقى ده receptor field بتاع النيورون الأزرق، والمنطقة دي هي receptor field بتاع النيورون الأحمر. طيب طيب الثلاثة دول مع بعض يعتبر receptor field بتاع ويتش نيورون؟ طبعا هي طبعا الناس مدونه وسهله الجرين، فهمنا كلمه ريسبتور فيلد. طب مهم قوي يا هنشرح بناء عليها في حاجه هتشرح قدام شويه. طيب في بقى كلمه اخيره حاجه اسمها سنسوري يونت. يقول لك ايه بقى؟ ايتش سنسوري نيورون بمجموع الريسبتورز بتاعته بيسموها سنسوري كام يونت. طب المهم عندي في الثلاث حاجات دول الريسبتورز انا ما خلصتش I'm only talking about receptors in the last 5 minutes to my list. بص يا ولاد لما اقول لك كلاسيفيكيشن اوف اي حاجه معناها ان انا عايزه ايه؟ ها؟ اقسم عليها انواع. في كذا طريقه دايما بيكونوا موجودين لاني عارف اي شيء في الدنيا. لو انا عايز اقسمكم قال لي قدامي كده وعايز اعمل لكم كلاسيفيكيشن، ممكن اعمل لكم كلاسيفيكيشن بطريقه اخرى ولا ممكن اعمل لكم كلاسيفيكيشن بكذا طريقه. ممكن اقسمكم حسب الاكسنت، ممكن اقسمكم حسب النوع، ممكن في ميز في ميز يعني مش بالعقل والقلب مثلا، ممكن اقسمكم حسب الطول. ها خلاص نفس الشيء بالنسبه لاي حاجه بندرسها. بالنسبة للريسبتورز I have several classifications، اخترت منهم الحقيقة نوعين واللي بنشتغل عليه هو الثاني ده، لكن برضه هنقول الأولاني. الأولاني تقسيم حسب اللوكيشن. أول نوع بسميه extraceptors ثم introceptors ثم proprioceptors. extraceptors هي اللي موجودة on the surface of the body، ها؟ السكين أول الحاجات اللي تحت السكين على طول. خلاص؟ introceptors اللي موجودين في الفيزا او البلاد فيزلز. انتروسبتورز بروبر ريسبتورز دول اي ريسبتور موجود على اللوكو موتور سيستم. اللوكو موتور سيستم ده بيحتوي على ايه بقى؟ بونز، ماسلز، تندنز، ليجامنت، اي حاجه خاصه بالبروبر ريسبشن او بوزيشن اوف البلاد. دي تقسيمه اللي مش هنستعملها بتفصيل. اما التقسيمه اللي بنستعملها بتفصيل التي تعتمد على الميثود اوف سيميليشن. طيب according to the type of simulation I have 5 types of receptors. This is very important. انا عارفه انها فعلا دي في المحاضره بس لو سمحتوا I want your full attention. خلاص ده مهم جدا. اول نوع من الكلاسيفيكيشن ده حاجه اسمها ميكانو ريسبتورز. These receptors are stimulated by mechanical deformation of the receptor او التيشو اللي حواليه. يعني لو الريسبتور حصل له ميكانيكال ديفورميتي بسبب ستيميليشن، يعني مثلا لو دوست عليه هنا الريسبتور ده هينضغط عليه بيروح مغير شكله، صح؟ فما دام في ميكانيكال ديفورميتي يبقى ده ميكانيكال ريسبتور. خلاص طبعا انا بقول انواع بعدين. سيرمال ريسبتور او سيرمال ريسبتور تعالوا هنا التشينج هيكون في ايه؟ هيحس بايه؟ تشينج ان دامج. طيب هل في ريسبتورز ده بيحس بايه؟ ان انا تشينج ان ذا كيميكال كومبوزيشن او ذا ريسبتور او ذا سراوندنج. نمرة أربعة مين؟ البين ريسبتور. البين ريسبتور
وارد جدا انه لو حصل حاجه عملت لك انجري صح؟ الفيلم سكسس بيحصلها انجري بالذات موضوع الفيلم بيتاخد بالتفصيل عشان كده النهارده عمري ما بتقطع عليه في الاول عشان بيتكلم عليه كتير قوي. واخر نوع الفوت والريسبتورز او بيقولوا عليها الالكترو مجالي ريسبتورز الخاصه بالفيجن. شكرا مره ثانيه.